ويعتني سكان الولاية بتربية قطعان الماعز والأغنام التي توفر لهم حاجتهم من اللحوم والألبان، ويصدرون ما يفيض عن حاجتهم لمنطقة العاصمة. وفضلا عن وجود المزارع الطبيعية المفتوحة، تدعم الدولة أولئك الذين يقيمون المزارع الحديثة من أجل تطوير وإدخال سلالات جديدة من رؤوس الماشية، حيث يقدم لها نبات القط كعلف حيواني جيد، وهو ما يزرع بكميات وافرة.